اخبارك يا حسين؟ الحمد لله كابتن، كله حقيقة تمام؟ الحمد لله. طيب عايزين نتكلم بقى في الاحداث اليومين دول، واهمها محمد صلاح وفد من نادي اتحاد جده السعودي سافر لندن انجلترا، عايزين يعني يجيبوا محمد صلاح نادي اتحاد جده، وعرض مالي ضخم 130 مليون جنيه استرليني اعتقد لنادي ليفربول، و120 مليون في الموسم لمحمد صلاح. رايكم ايه؟ محمد صلاح الاغراءات الماليه ورقم كبير جدا جدا ما شاء الله، الله اكبر، يعني ما بنحسدوش، يروح اتحاد جده وفلوس ما شاء الله، ودوري السعودي برضه السنه دي جايب كل اللعيبه العالمين، ولا يبقى في ليفربول ليعمل ارقام جديده ان هو اصبح اسطوره من اساطير ليفربول؟ بص يا كابتن، هي حاجه برضه يعني محيره جدا، حاجه من الاثنين، لا الفلوس لا الطموح. محمد صلاح في فلوس برضه في انجلترا بس طبعًا. مش نفس ال محمد صلاح على وجهه نظري، وجهه نظري يعني مش هيرضى، مش هيرضى وجهه نظري. ما هو بيغضب دلوقتي بيقول لك مش هو عايز ليفربول وعايز دوري انجليزي، وهو حاطط هدف في دماغه اللي هو يوصل لابعد حاجه في الدوري الانجليزي، وممكن يبقى احسن من احسن لعيبه الاساطير في الدوري الانجليزي. اوكي هو خلاص عملها وكل حاجه، بس هو السنه دي كمان لو عمل النتائج بتاعه السنه اللي فاتت او الخمس ست سنين اللي فاتوا، لا هي محمد صلاح هيبقى في حته ثانيه. فانا شايف ومتاكد اللي بعقليه محمد صلاح، لا هيبقى التفكير بتاعه ان هو يقعد في ليفربول سنه او سنتين كمان. يعني انت رايك ايه بقى كواحد محب لمحمد صلاح وواحد مصري؟ لا لازم يكون موجود في الدوري الانجليزي، عايزه في ليفربول طبعا طبعا لا محمد صلاح قيمه وقامه وحاجه كبيره جدا باسم مصر، بيلعب باسم مصر، واحنا اصلا بنتفرج على الدوري الانجليزي طبعا حاجه جامده جدا. ومحمد صلاح يعني حاجه العالم كله عارف دلوقتي محمد صلاح، لو راح الدوري السعودي كده كده محمد صلاح معروف، بس انا شايف محمد صلاح في الدوري الانجليزي يبقى حاجه جامده جدا جدا جدا. يعني حسام حسن، لا يعني لا قرار صعب يا كابتن، لكن هو اظن ان محمد صلاح الماده مش هي المتناول بتاعه، يعني فلوس في تفكيره لا يعني هو اعتقد ان هو لو عايز يمشي كان مشي من بدري. يعني محمد صلاح لو عايز يمشي من ليفربول كان مشي من بدري. وصلاح رغم ان هو حقق نجاحات كبيره، ودي ميزه عنده ان هو حقق نجاحات وحقق انجازات كبيره، ما اعتقدش ان هو هيجي دلوقتي بعد ما الموسم بدا ان هو ما يكونش مرتب نفسه هو عايز يعمل ايه. هو اللي مخليه ناجح ومخليه ان هو دايما موجود في التوب ودايما في منافسه شرسه ودايما بينافس على القاب كتير، ان الراجل بيعمل لنفسه برنامج زي فتره اعداد شخصيه بعيد عن النادي وبعيد عن الكلام ده، بيفلتر عقله وبتاع وبيحضر نفسه بشكل جيد. ما اعتقدش ان ممكن حاجه زي كده تاثر عليه. لو حاجه زي كده تاثر عليه كانت اثرت من بدري، من اول لقطه على طول، من اول عرض، خصوصا ان النادي فيه ضغط عليه ان هو عايز يمشي وعايزين يستفيدوا ماديا بشكل كويس بالنسبه له. لكن في النهايه انت بتتكلم في لعيب النهارده بيكسر رقم ستيفن جيرارد 186 مباراه، 186 هدف كخامس افضل لعيب في القائمه بالنسبه لليفربول. فالطموحات برضه ما زالت مستمره. بتتكلم في لعيب عنده 31 سنه، يعني ما كل اللي راح الدوري السعودي راح حاجه عالميه وحاجه جامده جدا ونقله يعني غير طبيعيه، بس في النهايه كلهم برضه ايه، خلاص هو عمل كل حاجه وبالنسبه له اخر موسم او اتنين، لكن انت لسه قدامك شويه يعني. بالذات دلوقتي بعد رحيل كم النجوم دي هتبقى انت يعني النجم الاوحد لو شديت حيلك واشتغلت كويس، لا الموضوع هيفرق معاك يعني. يعني انت رايك بقاء محمد صلاح؟ لا ما يمشيش. طبعا يقعد في ليفربول. انا متوقع ان هو يقعد، وانا رايي ان هو لا يعني هو لغايه دلوقتي بيقول لك ان محمد صلاح يعني عايز هو لو عايز يمشي كان يمشي كان هيمشي من بدري. مش شرط دلوقتي يعني، كان مشي من بدري وكان دور ان هو يمشي من بدري. لا وكان باينه برضه كابتن من اول ماتش في الدوري لما طلع في الدقيقة 72 كان زعلان جدا، زعلان جدا عشان لو كان جاب جون كان هيبقى أول لعيب في الدوري الإنجليزي ست سنين ورا بعض الأول ماتش في الدوري هو اللي يحرز الهدف. كان ساعتها زعلان قوي قوي عشان هو كان عنده طموح وعارف اللي هو يعني السنة دي عايز يعمل حاجة مختلفة جدا. أنا شايف محمد صلاح لو مش من الدوري الإنجليزي هيخسر كتير جدا 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 جدا.